تأخرت جدا. ماذا؟ ما معنى غبي غبي؟ غبي ما في مخ. بمعنى يعني ماذا؟ مجنون. مجنون؟ نعم. أوه شعة، ما معنى شعة؟ لا أعرف. أنت لا تعرف نعم. كيف هذا؟ يعني إذا قويت فقط يعني. لا، ما شاء الله. هذا كله؟ نعم. طيب، أنا أذهب أولا. حيا الله. السلام عليكم. السلام. أنا أريد أذهب. إلى أين؟ السلام عليكم. ماذا نريد أن نفعل الآن؟ أظن هيا إلى المكان لباس لأخذ لباسي. صحيح؟ نعم. سنذهب الآن. هيا. هيا. ماذا تفعل؟ فقط سقط ملابسي وأنا أقف فقط. صحيح؟ نعم. كما سبيل مذكر. نعم. إلى أين؟ إلى الباص. ماذا تفعل؟ عندي واجب مهم. مع السلامة. مع السلامة. بسرعة يلا. أهلا وسهلا بكم. أنا
انذر هم يشركون بالله في الحقيقة ماذا؟ اسكت اقول اسكت اظن فقط وحدي في السكن من الذي يعمل من في حمام سرعه انا اريد ان اقول ما في شخص ليس شخص ولكن الماء تفضل لا بأس أنا أعلم السلام عليكم نانيش لماذا انت انا ابراهيم والله العظيم من انت انا عمران صديقي نعم ماذا انت موجود على الجن كذبت والله موجود الجن لا يرجع الجن موجود انت لا يرجع معي انا لا ارى انت لا ترى انا اشعر اين الحمام الحمام نعم أخذ الحمام قبل ذلك لا يرجع موجود أين لا أرى أنا أشعره لا أراه أيضا هذا ما يرسلك غبي أنت Yeah.
لابد أن نحفظ الآداب في حلقة وعند نقرأ القرآن. ثاني، لا نحاول أن نعمل شيئا يختلف من شريعة الله، هذا فقط منا. نينا